مواد البناء والتحسين والإعداد ضخمة وموفرة في الخطاب الربي ورسوله، لكن الشأن في وعينا لها وتفعيلنا لها وقيامنا بحقها في واقع أسرنا، فإنما نتذاكر عودة حميدة إلى ذاك البناء الذي يتعلق بالذوات والتحسين من الآفات والإعداد للقيام بالمهمات. البناء للذوات فكراً إيماناً واعتقاداً وعلماً وفهماً وتصوراً وذوقاً وسلوكاً وعملاً ووزناً للحركة والسكون. يتم ذاك البناء من خلال المنظورات والمسموعات ومن خلال المطعومات والمشروبات ومن خلال الملبوسات والأدوات ومن خلال المجالسات والمصاحبات. وإذا ضبطت المنظورات والمسموعات لأسرة فقد صح البناء وحصل على التحصن، فما بقي إلا أن يهيئوا للقيام بالمهمة في واقع الأمة في خارج المنزل بعد أن يعدوا وسط المنزل